ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة في أول كونتست وأول مسألة. وأول مسألة من المسائل الجميلة جدا اسمها Night at the Museum. بتتكلم عن المسألة ديت بكل بساطة. المسألة دي بتتكلم بتقول لك إنك أنت عندك الحروف الإنجليزية بتاعتك مترتبة على هيئة شكل ويل، على هيئة عجلة من إيه؟ BCD لغاية Z، تمام؟ المفروض هو هيديك كلمة أيا كانت الكلمة دي. مثلا لو CBC كلمة مكونة من 3 حروف، عاوز يكونها من الويل ديت، من العجلة ده، بحيث تعمل أقل عدد من الموفز. برضو مش فاهمين، ننزل تحت كده عشان نفهم المسألة أكتر. لو مثلا عندك كلمة زي AZEUS، دي كلها كلمة مع بعضيها، أنا عاوز أكونها بحيث أتحرك أقل عدد من الموفز. يعني إيه؟ يعني هنا أنت أصلا واقف على الـ A، فأنت أوريدي واقف على الـ A، فالموفز بتاعتك لسه صفر، تمام. عاوز أروح للزد، عندك تو دايركشن، الاتجاه في نفس اتجاه عقارب الساعة، والاتجاه التاني في عكس اتجاه عقارب الساعة. اوكي تمام، يعني ممكن تروح كده وممكن تروح كده، كده تمام. فالايه انهو الطريق باللغه العاميه، يعني انهو الطريق اللي يوصلك اسرع، ده ولا ده؟ اكيد تعمل موفز واحده اكتر ما احسن ما تعمل 25 موف، لان هم الحروف كلها 26، فيعني 26 موف. يعني هنا موف يبقى هنا 25 موف، فاكيد ان الناحيه دي تمام. انا دلوقتي واقف عند ايه؟ عند الزد، عاوز اروح للحرف اللي بعده اللي هو الايه، اللي هو الاي. في الشكل الثاني الزد، اروح من الدايركشن ده، من الاتجاه ده، ولا اروح من الاتجاه الثاني؟ طبعا الاتجاه الثاني هنا 5، هناك هيبقى 21، وهكذا. المساله وضحت؟ هعيدها تاني على السريع. عندك الحروف على شكل هيئة ويل، هيديك كلمة، الستارت بتاعك هيكون من عند الـ A، فعاوزك تكون الكلمة ديت بحيث تعمل أقل عدد من الموفز، زي ما وضحت في المثال اللي تحت ده. لو جينا نرسم الرسمة اللي كانت موجودة عندنا دلوقتي، عندك الـ A وهتفضل ماشي هيئة ويل لغاية توصل للزد. أنا لما أجي أفكر في المسألة ديت، أنا كسلام لو جيت أفكر في المسألة ديت هعمل إيه؟ أنا واقف هنا، تمام؟ أنا همشي في اتجاه عقارب الساعة، تمام. بعد ما أمشي في اتجاه عقارب الساعة، أنا عندي لو الكلمة مثلا زد أي آر، تمام؟ أنا هنا أهو، والله انا همشي في اتجاه عقارب الساعه، او مشيت في اتجاه عقارب الساعه وصلت لغايه الزد. هحسب الموفز ما بين الاي والزد، لو حسبنا الموف ما بين الاي والزد هنلاقي ان هي 25. هتقول لي ليه 25؟ مش المفروض 26 زي ما انت قلت لنا؟ هقول لك في موفز هنا ما بين الاي والزد، تمام. فهنا الموفز في اتجاه عقارب الساعه 25، هعمل اف صغيره خالص. والله لو الخمسة، لو الموفز ما بين الـ A واللي أنا بدور عليه أقل من أو تساوي 13، يبقى هو ده الطريق الصح. ليه أقل من أو تساوي 13؟ لأن إحنا قلنا كل الموفز 26، فأنا عشان أمشي أقل عدد من الموفز أكيد هتبقى 13، لأن 13 من الناحية دي أو 13 من الناحية دي، فمش هتفرق. 12 يبقى الاتجاه ده، طب لو 14 يبقى الاتجاه التاني، لو لأن لو 14 هتروح من 26 هيبقى فيه هناك كام؟ 12 موفز، لأن 12 و14 26. وصلت الفكرة؟ يعني مثلا وقفنا عند زد، مثلا الحرف اللي بعد زد الاي، والله همشي كده وصلت لغاية الاي، هشوف الموفز ما بين الزد والاي من الاتجاه ده قد ايه؟ كم موفز؟ والله لو بيساوي 13
او اقل من 13 يبقى هو الطريق الصحيح، او اللي وصلنا اسرع. طب مثلا لو هو مثلا 20 يبقى اكيد الطريق التاني في 10 موفز بس، فحول الطريق التاني هو ايه الاسرع بكل بساطه. تعالوا بقى نشوفوها بالكود. طبعا انا بحل بالجافا، بتحل بالسي بلس بلس او الجافا مش فارقه كتير، بل انت متمكن من اللغه بتاعتك تقدر تعمل بيها اللي انت عاوزه. انا بحل بالجافا تمام، ده السكانر الناس اللي واخده جافا عشان استقبل اي فاريبل. انا هعمل في الاول انت ستارت، انا الستارت بتاعك هناك كام؟ هناك الاي، الاي الاسكي كود بتاعها كام؟ 97. يبقى انا البدايه بتاعتي 97 حلو تمام. هعمل فاريبل تاني اسمه موفز ايكوال زيرو، دي هتعد عدد الموفز اللي انا همشيها. وهعمل سترينج فاليو، ده الفاليو اللي هاخده من اليوزر. هعمل ايكوال سكانر نيكست، كده انا في الخطوه ديت انا استقبلت السترينج من اليوزر. بعد كده مفيش حاجه، الستارت بتاعتي والموفز والسترينج تمام. فور هعمل فور انت اي ايكوال زيرو، واي اقل من الفاليو دوت لينس، والاي بلس بلس. انا عاوز امشي، انا هاخد الفاليو من اليوزر فعاوز امشي عليها حرف حرف. عملت فور والاي اقل من الفاليو ديت دوت لينس، اقل من اللينس بتاع ايه الفاليو اللي اليوزر اداها لي تمام. هعمل جوه فاريبل اسمه ايه ريزلت ايكوال الفاليو دوت، انا عاوز احوله لكاركتر اري، الاري من كاركتر عشان اخد حرف حرف تمام. وفي الاي انا كده في الخطوه ديت حولت الفاليو لاري اوف كاركتر، عاوز اجيب اول كاركتر فيهم فعملت اوف الاي تمام. ناقص الستارت. دلوقتي انا عملت ايه؟ احنا قلنا الايه؟ الستارت 97 والموف صفر. هنا لو اليوزر مثلا دخل سي بي سي تمام، فهنا جبت اول حرف اللي هو السي. السي بكام؟ احنا قلنا ايه؟ الستارت 97 اللي هي دي الايه. هنا السي بكام؟ السي هتكون بكام؟ 99. يبقى 99 ناقص الستارت بتاعي 99 هيساوي كام؟ 2. فانا والله هعمل له اف الريزلت بتاعتي اقل من او تساوي 13، هعمل الموفز بتاعتي زائد بلس الريزلت بتاعتي. طب والله لو مش اقل من او تساوي 13، لو مثلا 14 15، اذا الطريق الثاني هو اللي ايه الافضل. يبقى إلس الموفز بتاعتي زائد ايكوال 26 ناقص الريزلت بتاعتي. يعني لو هي مثلا 14 15 فانا هنقص ال 15 من 26 هجيب لعدد الموفز في الطريق الثاني تمام كده. والمفروض بعد ما اخلص هخلي الستارت بتاعتي ايكوال اللي هي ديت الفاليو في الار، او اخلي بقى اللي انا واقف الستارت بتاعتي كانت الاي، فانا مثلا رحت للسي فنزل من الستارت بتاعتي اللي انا واقف عليها ايه السي، فخليتها ايكوال السي عشان تبدا من عندها. وفي الاخر هطبع الموس تمام. لغايه هنا كويس، بس هنا بقى فيه تريكه صغيره. انا هنا قلت 99 ناقص 97، افرض مثلا الرقم هنا
كان اكبر من الرقم هنا. يعني مثلا لو انت مثلا بتبحث عن، انت واقف مثلا عند 99 اللي هي السي، وبتبحث عن بتبحث مثلا عن ايه، عن الزد مثلا، الزد معديه، معديه 96 بياما. فانت لو عملت هنا مثلا، لو هنفترض ان الزد مثلا هيبقى 99 ناقص الزد بكام، لو قلنا مثلا ب 111، فهيطلع لك بعدد ثاني، فده مش صح. فعشان اهندل الحته ديت هعمل ماس دوت ابسوليوت كده، انا هندل الحته ديت كده. بقى انا لو خدت الكود كده، الناس بتحل بالجافا، لو جيت تاخد الكود ما تاخدش الباكج اللي فيها كلاس عشان هيطلع لك كومبايليشن ايرور. لو خدته ورحت هعمل ريجستر الاول انتر كوميت، لو جيت اعمل سبميت اخترت بالجافا عملت سبميت اكسبتد كده تمام. يا رب تكونوا استفدتم وتكون المسألة وضحت، ولو في حد مش فاهم حاجة انا هسيب لكم رابط الفيسبوك بتاعي تحت، لو حد مش فاهم حاجة انا ممكن اتواصل معاه وافهمها له. وشكرا والسلام عليكم.